الحقيقة أكيد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تتلقى يوميا تبليغات عن الفساد. قلت نحن الآن بصدد تحضير التقرير السنوي لسنة 2022. الملاحظ أنه ونحن نتكلم عن المرأة عدد قليل من التبليغات اللي تكون من طرف المرأة نظرا لظروف معينة لمعطيات معينة، وإن كانت هناك دراسات أنها تكون الأكثر عرضة لظاهرة الفساد، ولكن في عملية التبليغ هي أقل تبليغا من الرجال. ربما نقص الإطار القانوني الذي يحمي المبلغ ربما لظروف معينة، ربما لأنها تحمي معطيات اجتماعية وعائلية لها، ولكن حتى المرأة يعني راهي تقدم تبليغات في هذا المجال. فيما يخص إحالة الملفات، لازم تعرفوا أنه لما نتلقي تبليغ في بعض الأحيان يأخذ منا شهور ونحن نحقق، فلحد الآن لم يتم إحالة أي ملف على الجهات القضائية، لأن كل معظم الملفات ما زالت موضع تحقيق، لأن هناك مراسلات بين الإدارات، فيعني نبحث مراسلة وتعود ترجع ثم نطلب فتح تحقيق وندرس الملف، فهذا كله يأخذ وقت. لحد الآن لم يتم إحالة الملفات إلى الجهات القضائية.